قلت لكم ابو علي عنده حاجه مهمه جدا فيما يخص محمود عبد المنعم كهربا، هل هو هيلعب مع الاهلي المباريات القادمه ولا هو كده توقف تلقائيا بما انه اخر فرصه لدفع الغرامه كانت 7 اكتوبر؟ ايه القصه وايه الحكايه؟ ابو علي هيقولها لنا تفصيلا. يعني كريم كهربا هنا قلنا انه مش هيدفع في 3/8 لو تفتكر، والناس قعدتوا لي ازاي وهيدفع وبتاع، فعلا ما دفعش صح، وكان يمكن انفراد هنا البرنامج كويس جدا. فنفس الكلام كان المفترض ان كهربا يدفع يوم 7/10 اخر ميعاد يسدد فيه، والا هيطبق عليه الغرامه بتاعه الايقاف 6 شهور العقوبه. فاللي عرفته ان علي العباسي محامي كهربا طلب حيثيات القرار وده عطل المهله شويه، وبعديها لما حصل بقى الكلام ان احنا مش هنقبل تقسيط مش عارف ايه، الموضوع استفز الراجل وكهربا واستأنف على، مع انه كان عنده رغبه انه يدفع الفلوس والفلوس محطوطه قلت لك في حساب مشترك بين اللاعب والنادي الاهلي وجاهزه ان هي تدفع. فقدم استئناف للجنه الانضباط في الاتحاد الدولي، بناء عليه الاستئناف ده اجل عقاب اللاعب، لان الراجل المحامي طلب اول حاجه مد المهله، يعني هو قال لهم كده لحين توفير مبلغ الغرامه مع عدم ايقاف اللاعب. فالاستئناف راح لجنه الانضباط، لجنه الانضباط قدامها دلوقتي ما يقرب من 10 ايام او اسبوعين هتبت في الاستئناف ده، لو قبلت الاستئناف معانا برضو شهر ونص شهرين لحين النظر في النظر في قصه الاستئناف. لو رفضت الاستئناف بتاع كهربا او المحامي بتاعه مطالب كهربا انه يدفع الفلوس. البعض طلع قال لك اللي بيحصل ده مش طبيعي وكده، المحامي مظبط القاضي بتاع لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي، في خدت بالك في بعض البرامج كده كان بعض طلع النظر بس يا سلام يعني يعني. فانا سالت في القصه دي ففوجئت بحاجه بقى كريم، انا بنفسي اتفاجئت بيها، ان الاتحاد الدولي لكره القدم ولجنه الانضباط عشان الشفافيه كل جلسه بيحددوا قاضي مختلف عن القاضي اللي قبل كده. يعني احنا دلوقتي كان في استئناف مثلا من شهر ونص، او كان في بت في الاجتماع بخصوص كهرباء من شهر ونص، كان القاضي اللي موجود فيها جزائري، القاضي بتاع الاستئناف الجديد او اللي بيبت في لجنه الانضباط ده دلوقتي قاضي غاني من غانا، قبليها كان قاضي سويسري، قبليها كان قاضي ايطالي، يعني كان في 8 جلسات حصلت لكهرباء. ومين دول اللي يتظبطوا دول؟ ما لا اصل بص هقول لك حاجه، اتقال كلام غريب قال لك لا ازاي ده المفروض الاهلي كان يرفع مش عارف ايه واحنا كنا بنعمل كده واحنا يعني. فما سالت في القصه دي قلت لا يعني هل ممكن يحصل حاجه زي كده تساعد ان كهرباء ما يدفعش والموضوع يتاجل؟ اتقال لي او اتوصف لي نصا قال لك اللي بيقول الكلام ده يعني مش فاهم حاجه او مش عارف القصه ماشيه ازاي. فكهربا هيشارك مع النادي الاهلي طبعا. فكهربا هيلعب في ماتش سيمبا، هو ما يلعبش محلي طبعا بسبب الايقاف المحلي، لكن موجود في ماتش سيمبا وموجود لحين بت لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي في الاستئناف المقدم من قبل اللاعب. طب اللي بياكد كلامي ان لا المحامي ولا اتحاد الكوره ولا اللاعب ولا النادي الاهلي ولا نادي الزمالك جالهم اي ايميل يفيد بايقاف اللاعب على غرار اللي حصل مع اليو ديانج قبل ماتش الزمالك. فضل الموضوع ما حدش بيتكلم فيه، اول ما توقف اتبعت ميل رسمي ان ديانج موقوف بسبب مستحقات الوكيل بتاعه. ده ما حصلش مع كهربا. مفهوم.